من ضمن الحكم أن السنن المؤكدة التي تكون بعد الفريضة سواء في الصلاة أو في الصيام أنها تجبر ما يحدث في الفريضة من خلل ومن نقص، لأنك أنت لما تدخل في الصلاة يعني بتخرج من الصلاة ولم يكتب لك كل الثواب. ليه؟ لأنك أنت ربما لم تخشع في صلاتك، ربما نسيت، ربما سهوت، ربما كذا ربما كذا، فبالتالي قل الثواب. طيب ما الذي يجبر أو يكمل هذا النقص الذي حدث في الثواب؟ السنة المؤكدة التي تكون بعد الفريضة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص، خد بالك من هذا من هذه الجملة لأنها محل الشاهد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن انتقص من فريضته شيء، يعني الفريضة نقص فيها الثواب، فإن انتقص من فريضته شيء، يعني الفريضة هنا المقصود بها الصلاة ويقاس عليه أي أمر كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث، فإن انتقص من فريضته شيء قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع. يعني شوفوا كده لو عبدي له تطوع، له نوافل، له سنن يصليها، له نافلة يقوم بها، انظروا هل لعبدي من تطوع. فيقبل الله سبحانه وتعالى بهذا التطوع ما حدث في الفريضة من نقص ومن خلل. يقول صلى الله عليه وآله وسلم ثم يكون سائر عمله علنا، ثم يكون سائر عمله، يعني الأعمال كلها أو الفرائض كلها على هذا المنوال، سواء في الصلاة، سواء في الصيام، سواء في الزكاة يجبر ما يحدث فيها من نقص ومن خلل بالصدقة، سواء في الحج يجبر ما يحدث فيه من خلل ومن نقص بالعمرة وهكذا. يقول صلى الله عليه وسلم ثم يكون سائر عملية على هذا.